السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية مع موقع نفهم، ولسه مكملين مع بعض الوحدة الثالثة اللي بتتكلم عن العمليات المعرفية. وكنا خدنا أول عملية معرفية معانا اللي هي كانت الإحساس، يليها عملية معرفية تانية اللي هي الانتباه، ثم موعدنا الآن مع العملية المعرفية اللي بتتكلم عن الإدراك. علشان كده لما أجي أعرف الإدراك هقول إن هو عملية معرفية. يا ترى ايه اللي بيحصل فيها؟ بتعطي معنى ودلالة للمثيرات التي يتم الإحساس بها والانتباه إليها. أنا حسيت بحاجة، بدأت أركز عشان أعرف إيه الحاجة دي، لما أعرف معناها وأعرف إيه هي الحاجة دي يبقى أنا كده إيه أدركتها. عشان كده هو ده المعنى والدلالة اللي بتديهولي عملية معرفية اسمها الإدراك. تقوم بتفسير وتأويل المثيرات الحسية وصياغتها على نحو يمكن فهمه. لسه متكلمين إدراك يساوي الفهم. يعد الإدراك عملية معرفية مركبة. ليه مركبة؟ لأنه يأتي بعد الإحساس والانتباه زي ما احنا لسه قايلين. أنا دلوقتي لو سمعت صوت، سامع صوت، بدأت أركز، عرفت إن هو صوت بابا أو صوت جرس أو صوت ضيف بره. انا لما سمعته في الاول كان عبارة عن حاجة انا سامعها مش عارف احدد هي ايه. لما ركزت الاول، لما ركزت بعد كده بقى انتباه، يبقى حسيت. لاول ما سمعت ده احساس، لما بدأت اركز عشان اعرف هو صوت ايه ده انتباه، لما توصلت وعرفت ان هو صوت بابا او صوت مفتاح او صوت جرس، هو ده ايه بقى الادراك. قوانين الادراك. يعود الفضل الى مدرسة الجشتالت في الاهتمام بدراسة قوانين الادراك. الإدراك ليه قوانين، كان أول حد اهتم بيها كانت مدرسة الجشتالت. إحنا لسه متفقين مع بعض إن الإدراك يساوي الفهم، يساوي التأويل، يساوي التفسير، تمام؟ علشان كده مدرسة الجشتالت اسمها إيه أصلا؟ معناها الشكل الكلي. إمتى هفهم الحاجة؟ لما أفهمها كلها. لو لما لا ولا لما أفهم جزء منها؟ لأ، أنا لو فهمت الحاجة كلها بتتكلم عن إيه، ساعتها بس أقدر أقول إن أنا أدركتها. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه هي قوانين الادراك. القانون الاساسي للادراك، قانون الشكل والارضية، قانون ثبات الادراك، وقوانين التجميع. ايه هي قوانين التجميع؟ قانون التشابه، قانون التقارب، قانون الانتظام، قانون الاستمرار والاتصال، قانون الاغلاق، قانون السياق. تعالوا مع بعض ناخد كل قانون من دول ونشوف ايه القصة بتاعته. أول حاجة قانون الإدراك الأساسي. قانون الأساسي للإدراك بيقول إن الكل أكبر من مجموع أجزائه. يعني إيه؟ توصلت إليه مدرسة الجشتالت. مثال كلمتي باب وأب. إحنا لو ركزنا في الكلمتين دول هنلاقي إن هما مكوناتهم نفس الحروف اللي هما الباء والألف، أو الألف والباء، مؤلفتان من نفس الحروف، ولكن عند قراءة كل منهما لا تدركهما كحروف منفصلة، وإنما كوحدات كلية توضح معنى كل منها. وعلى هذا الأساس أمكن التوصل إلى بقية قوانين الإدراك. إيه معنى الكلام ده؟ دلوقتي كلمة باب وأب، مش إحنا اتفقنا لسه مع بعض إن هما مؤلفين من نفس الحروف؟ آه، بس يا ترى كل كلمة فيهم مع إنها نفس الحروف بس لها معنى متشابه ولا لها معنى مختلف؟ لها معنى مختلف. الباب يعني باب والأب يعني أب، تمام؟ يبقى عشان كده بنقول ان انا لما هاجي اقرا الكلام دوت مش هقراه كحروف منفصله، لا، ده كل حروف منها في كلمه مختلفه او حسب ترتيبها بتديني معنى مختلف. يبقى انا بدرك المعنى وليس الايه، بدرك الكل وليس الجزء. الجزء اللي هي الحروف الف وب و و و و، لكن انا ما ادركتش الحروف اللي هي المنفصله، ما ادركتش الجزء. امال انا ادركت الايه؟ الكل. ليه؟ لان الكل اكبر من مجموع اجزائه، وبناء على القانون ده هنتوصل لبقيه القوانين بتاعتنا. تاني قانون اللي هو قانون الشكل الارضيه. في موقف الادراك بيوجد مثير اساسي له خصائص بارزه يسمى الشكل، ومثيرات اخرى اقل بروز وهي الخلفيه التي يظهر عليها الشكل وتسمى الارضيه. مثال الكلمات المطبوعه على ورقه هي اشكال سوداء على أرضية بيضاء. اللحن الذي تعزفه آلة الكمان هو شكل على أرضية من الأصوات التي تعزفها آلات عديدة تؤلف الأوركسترا. الأوركسترا بتاعتي مش فيها آلات كتير قوي، تمام؟ دلوقتي لو حد لو في آلة مثلا هتعزف حتة سولو، هي هتعزف لوحدها ولا برضه هيبقى في آلات شغالة جنبها؟
طبعا هيبقى في آلات شغالة جنبها، بس أنا هبقى سامع إيه؟ هبقى سامع إيه؟ صوت الآلة اللي هي بتعزف لوحدها هيبقى بارز أكتر من الأصوات اللي جنبها اللي هي أصوات بقية الآلات. علشان كده بنقول إن في موقف الإدراك في مثير أساسي أكثر من أو أكثر بروزا من بقية المثيرات الأخرى اللي هي أقل بروزا. عشان كده في قانون اسمه الشكل والأرضية. الغموض الإدراكي حالة يتساوى فيها الشكل والأرضية في البروز، وبالتالي يصعب التمييز بينهما. إحنا اتفقنا إن قانون الشكل والأرضية، البورد بتاعتي بيضة فكتبت عليها بقلم أسود فباين بارز، لكن تخيلوا لو أنا عندي البورد بيضة أو البورد سودة وكتبت بقلم أسود، هيبقى باين حاجة؟ لا طبعا، هيحصل لي حاجة اسمها غموض إدراكي. الغموض الإدراكي ده حالة يتساوى فيها الشكل والأرضية في البروز، وبالتالي مش هقدر اميز بينهم. مثال: لا يمكن ادراك الجراد الاخضر على ورقة شجرة خضراء. انا عندي شجرة خضراء لو عليها جراد نفس اللون انا مش هدركه، لانه مش مميز، لان الاتنين شبه بعض. نفس فكرة البورد اللي احنا لسه قايلينها، لو البورد سودا وكتبت بقلم اسود مش هيبقى باين، او مش هيصعب التمييز بينهما. هو ده الغموض الادراكي. الشكل المقابل بيوضح الآثار الغامضة لكل من الشكل والأرضية، فأنت قد تدرك في هذا الشكل كأسا أو وجهي إنسان. ثالثا، قانون ثبات الإدراك. يعني إيه ثبات الإدراك؟ إدراك الأشياء من حولنا وكأنها ثابتة في حجمها وشكلها ولونها، رغم أنها دائمة التغير تبعا لدرجة بعدها عن عضو الإحساس. إزاي؟ هو أنت دلوقتي لو طلعت البرج وحاولت تبص على العمارات من فوق هتلاقيها إيه؟ هتلاقيها صغيرة، بس هل يا ترى أنت هتدرك إنها فعلا صغيرة، ولا أنت من جواك هتبقى عارف إنها صغيرة عشان أنت في مكان عالي؟ هيظل إدراكك ثابت ليها، أنت عارف حجم العمارة الطبيعي شكله عامل إزاي مهما كبر أو صغر حسب المكان اللي أنت واقف فيه، مش كده؟ هو ده الثبات الإدراكي، هو ده ثبات الإدراك، إن أنا أفضل شايف الحاجة حسب لونها وحسب حجمها، بحجمها الطبيعي بشكلها الطبيعي مهما اختلفت درجة بعدها عنك. لأن انت لو بعدت عن الحاجة هتشوفها بشكل، لو قربت منها هتشوفها بشكل تاني. ما هي نفس الفكرة، انت واقف بعيد وشايف في آخر البحر هناك مركب بعيدة جدا، كده تشوف المركب دي صغيرة، بس هل انت هيختلف عندك إدراكك للمركب دي وحجمها، ولا انت اوريدي عارف حجم المركب الطبيعي؟ هي نفس الفكرة، هو ده ثبات الإدراك، إن إدراكك لحاجة يفضل زي ما هو مهما اختلفت درجة بعدها عن عضو الإحساس بتاعك. مثال: يظل إدراكك للون غلاف الكتاب كما هو بالرغم من اختلاف درجات الضوء في الغرفة. أنا دلوقتي كتاب الفلسفة أو كتاب علم النفس بتاعي أنا عارف إنه لونه أزرق، دخلت أوضة فيها خلفيات تانية أخضر أو ألوان، أي ألوان مختلفة، يا ترى لون الكتاب بتاعي أنا هشوفه مختلف، ولا أنا كده كده عارف لونه إيه؟ هو ده ثبات الإدراك. الحالة التانية: يظل إدراكك للسيارات والمباني والطرق بحجمها الطبيعي عند النظر إليها من الطائرة. أنت وأنت في راكب في الطائرة كل حاجة تبقى صغيرة جدا، بس يا ترى أنت إدراكك لها بيختلف برضه، ولا أنت تبقى عارف حجمها الطبيعي؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه. يبقى بيظل إدراكك للسيارات والمباني والطرق بحجمها الطبيعي عند النظر إليها من الطائرة بالرغم من إحساسك البصري بأنها صغيرة للغاية. رابعا، قوانين التجميع. ايه هي قوانين التجميع؟ قانون الانتظام، قانون التقارب، قانون التشابه، قانون الاستمرار والاتصال، قانون الاغلاق، وقانون السياق. لكن احنا هنكتفي بدراسة قانونين اتنين بس، اللي هما الاغلاق والسياق. سوف نكتفي بدراسة قانوني فقط، اللي هما ايه؟ الاغلاق والسياق. قانون الإغلاق، يعني إيه قانون الإغلاق؟ إدراك المثيرات غير الكاملة على إنها كاملة، وذلك بسد الفجوات والثغرات التي فيها بحيث تصبح لها معنى ودلالة. إزاي؟ دلوقتي تعالوا نبص للشكلين اللي قدامنا دول، مع إن فيهم فراغات، بس أنا لو سألتك الشكل دوت اسمه إيه؟ هتقول لي إيه؟ مربع. وانت مغمض هتقول لي مربع، مع انه في فراغات اهي. الفراغات دي تخليه مربع ولا لا؟ ما تخليهوش، بس انا ادركته على انه مربع لان انا مش هقدر افهمه حاجه تانية. عشان يبقى حاجه ليها معنى، عشان يبقى حاجه ايه ليها معنى،
يبقى هو ده قانون الاغلاق، ان انا ادرك المثيرات، ده مثير قدامي بس غير كامل، بس انا ادركته على انه كامل وسددت انا بايديا بعقلي الفجوات والثغرات. ليه؟ عشان في الاخر يصبح بالنسبه لي حاجه ليها ايه، حاجه ليها معنى. زي مثلا حد بعت لك مسج، او انت مثلا بتشيت على الفيس، مش في كلام واحنا بنكتبه على الفيس مثلا حرف بنساه، حرف بكتبه غلط، مع ومع ذلك انت بتدرك الكلمه اللي انا عايزها. طب ما هو ده قانون الاغلاق، ان انت بتحاول ان انت تفهم الحاجه اللي قدامك حتى لو كانت ناقصه على انها كامله عشان توضحها او تخليها حاجه ليها معنى. امثله: ادركنا للشكل المقابل على انه مربع بالرغم من وجود ثغرات او فتحات به، ونفس القصه في الدايره، ادركنا للشكل المقابل انه قطه بالرغم من انه متقطع، برضو علشان في الاخر اخليه حاجه ليها ايه، ليها معنى. ادركنا للكلمه الخطا في الكتاب المطبوع ادراكا سليما، ده اللي احنا لسه قايلينه، سواء بقى في الكتاب، على الفيس، على اي، في مسج، اي حاجه بدركها على انها كامله عشان اخليها حاجه ليها ايه، ليها معنى، وادركها بشكل سليم. قانون السياق هو ادراك معنى المثير وفقا للمثيرات الأخرى، إدراك معنى المثير وفقا للمثيرات الأخرى التي تسبقه أو تصاحبه أو تلحقه. أمثلة: عند تأمل الشكل المقابل فإننا ندرك الشكل الأوسط على إنه إيه. تعال معايا كده، لو مشينا من الإيه على إيديك الشمال وامشي كده ناحية اليمين، هتدرك الحاجة اللي في النص دي على إنها إيه، بي إيه بي سي. أدركت الرقم أو الحاجة اللي في النص البي دي، أدركتها على إنها بي لأن قبلها إيه وبعدها سي، فبالتالي إنها هتبقى إيه، بي. لكن تعالى لو مشينا من فوق، فوق 12، لو مشيت من فوق لتحت 12 وبعد كده عندي 14، يبقى هدرك الرقم اللي في النص ده على إنه إيه، 13. يبقى نفس الرقم أو نفس الحرف أدركته على حاجتين مختلفين، أدركته حاجتين مختلفين على حسب إيه، على حسب السياق اللي جت فيه. لما جت لي بعد A وبعديها C أدركتها على إنها B، ولما جه قبلها 12 وبعدها 14 أدركتها على إنها إيه، 13. يبقى قانون السياق إن أنا بدرك معنى المثير وفقا للمثيرات الأخرى التي تسبقه أو تصاحبه أو تلحقه. رقم 13 عند قراءته ضمن العمود، والحرف B عند قراءته ضمن السطر. أهمية قانون السياق: إدراك الكلمات المطبوعة خطأ إدراكا صحيحا حسب السياق اللي جت فيه، حتى لو مطبوعة غلط أنا بعرف معناها حسب السياق اللي هي موجودة فيه. إدراك معاني الكلمات الجديدة أو غير المألوفة أو الصعبة، وتلعب في ذلك بعض العوامل الذاتية لدى الشخص المدرك، مثل إيه؟ الدافعية، أنا عندي دافع إن أنا أفهم الحاجة اللي قدامي، فهحاول ان انا افهمها حتى لو هي مش مفهومه ضمن السياق اللي هي جت فيه. الخبره السابقه ودرجه التاهب لادراك المثير، لو انا ما عنديش الثلاث حاجات دول مش هقدر اعمل قانون السياق، هقف عاجز قدام اي حاجه مش مفهومه. لكن انا لو عندي دافعيه وعندي خبره سابقه وعندي درجه تاهب ان انا ادرك المثير اللي قدامي، هيعلى عندي قانون السياق ان انا احاول ادرك معاني الاشياء حتى لو ناقصه، حتى لو مش كامله، حسب السياق اللي هي جت فيه. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض بعض الخبرات الإدراكية غير العادية، خبرات إدراكية غير عادية. أول حاجة عندي الخداع الإدراكي. الخداع الإدراكي ظاهرة نفسية طبيعية بيتعرض لها معظم الناس. إيه هي الظاهرة دي؟ إن أنا يبقى عندي سوء تأويل المثيرات باعتبارها تنتمي إلى الواقع وتنتج عن إدراك حسي خاطئ أو غير صحيح. يبقى امتى يحصل عندي خداع ادراكي، او امتى، او ايه هو الخداع الادراكي؟ ان انا يبقى عندي سوء تاويل المثيرات باعتبارها تنتمي الى الواقع وبتنتج عن ادراك حسي خاطئ. طب تعالوا نشوف ايه العوامل اللي تخلي عندي خداع ادراكي. يرجع الخداع الادراكي الى عوامل خارجيه وعوامل ذاتيه. طب يا ترى ايه العوامل الخارجيه؟ امثله: خداع الطول او المسافه، خداع مولر لاير نسبة إلى مكتشفيه، اسمه كده نسبة للي اكتشفوه، يستفاد منه في ديكور المنازل والإعلانات والبرامج التلفزيونية، حيث يمكن رسم خطوط توحي بركن داخلي قريب أو منظر خارجي بعيد.
عارفين زي ايه؟ اغلب المحلات لو دخلتها هتلاحظ انها فيها مرايات كتير قوي. عارفين المرايات دي ايه؟ ايه لازمتها؟ عارفين المكان لو ضيق المرايات دي بتوسعه، لان انت طول ما انت باصص في المراية شايف مساحة اللي هي اصلا في المكان الطبيعي، فبين مرة تانية في المراية اللي قدامك فتوسع ايه؟ توسع المكان. طب ما هو ده ادراكي، انا استفيد منه في ديكور المنازل والاعلانات والبرامج التلفزيونية، يبقى خداع الطول او المسافة. خداع تقدير الطول، الخطان متساويان في الطول، ولكننا ندرك ان الخط الاعلى اطول بسبب اتجاه ايه؟ بسبب اتجاه السهم، يعني فوق. عارفين الخط اللي فوق والخط اللي تحت الاتنين قد بعض، بس انا بيحصل عندي خداع ادراك ان انا افتكر ان الخط اللي فوق هو اللي ايه؟ هو اللي اطول. ايه اللي خلاني او ايه اللي خدعني ان السهم فوق باصص لبره بس تحت باصص لجوه، فعمل لي خداع ادراك ان اللي فوق ايه؟ اطول. يبقى دي بعض الخبرات الادراكيه غير العاديه. اول حاجه الخداع الادراكي. العوامل الخارجيه اللي بتسبب الخداع الادراكي خداع الطول او المسافه. تاني حاجه من العوامل الخارجيه خداع الانكسار، يبقى خداع الطول والمسافه خداع الايه؟ الانكسار. دلوقتي بصوا للمعلقه اللي محطوطه في الكوبايه، يا ترى انت شايفها ايه؟ اللي هيلاحظ او هيركز هيفتكر انها مكسوره، هيفتكر انها ايه؟ مكسوره، بس ده مش مكسوره ولا حاجه، دي حاجه اسمها خداع الانكسار. عند النظر الى الشكل المقابل ندرك ان الملعقه منكسره في الماء، وذلك تبع لقانون الايه؟ قانون الانكسار. يبقى قانون الطول والمسافه 2 خداع الانكسار. 3 خداع السراب. يتضح في الصحراء عند تخيل العطشان للماء أثناء سيره في الصحراء. أنت دلوقتي ماشي في صحراء هتبقى متخيل إن هناك في مية، مع إن إيه؟ مع إن مفيش مية ولا حاجة، بس أنت دي حاجة اسمها إيه؟ خداع السراب. إيه بقى العوامل الذاتية؟ عوامل التوقع أو التأهب. نركز مع بعض بقى في الحتة دي. إذا كنت تبحث عن كتاب من حجم معين فإنك تكاد تدرك أي كتاب قريب منه في الحجم وكأنه الكتاب الذي تريد، زي بالظبط كده يقول لك الجعان يحلم بسوء الإيه؟ الجعان يحلم بسوء العيش، لأنه مستني العيش أو لأنه جعان فهيشوف أي حاجة على إنها إيه؟ على إنها عيش. لو أنت واقف في الشارع ومستني واحد صاحبك أو مستنية واحدة صاحبتك هتبقى عينك في كل الوشوش اللي حواليك، وأي حد أي حد حتى لو هو مش شبهه هتفتكرين ان هو الحد اللي انت مستنياه، عشان خاطر انت ايه؟ عندك عوامل التوقع والتاهب، انت مستنيه حاجه معينه، مستنيه حد معين، فهتشوفي اي حد ان هو الحد او الشخص اللي انت مستنيه او اللي انت مستنيه. الهلاوس. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ خدنا الخداع الادراكي. الخداع الادراكي او الخبره الادراكيه غير عاديه، خدنا ان ليه عوامل داخليه وعوامل خارجيه. تاني خبرة إدراكية معانا النهاردة اللي هي الهلاوس. هو اضطرابات سلوكية يدرك فيها الشخص مثيرات لا وجود لها في الواقع، وقد تكون الهلاوس بصرية، سمعية، لمسية وغيرها. تعد الهلاوس من علامات الذهان. الذهان ده مرض عقلي، اللي عنده هلاوس ده بنقول عنه هو مرض عقلي. واحد ماشي في الشارع وعمال يقول الحقوني ضربوني شتموني ما تلمسنيش ما تعملونيش، هو حد وانتوا شايفين ان اصلا ما حدش قرب له، ما هي دي هلاوس. هلاوس ان انت في مسلسل كان بيجي في رمضان اسمه حكايه حياه، اعتقد ان كتير جدا من الناس شافوه، وفي الاخر اكتشفنا ان هي اصلا في الاخر كانت تعبانه، اتاريها طول المسلسل بتمثل على انها عاقله، وفي الاخر اكتشفنا انها مجنونه، وهي اللي اتهيأ لها ان فلان كان متجوزها وان فلان ابنها، وهو لا ابنها ولا هو ولا دي اتجوزت ده ولا اي حاجه من اللي كانت بتحصل في المسلسل صح، لكن كان ما عندها مرض عقلي اسمه ايه؟ الهلاوس. من امثله الهلاوس هلاوس مدمن المخدرات، هلاوس المرضى بالحمى الشديده والتي تزول عاده بزوال المرض. كلنا بنلاحظ اللي عندهم حمى دول بيقعدوا يخرفوا، عارفين التخريف اللي بيحصل والواحد تعبان عنده حمى او عنده سخ او عنده سخونيه بنقول عليها ايه؟ هلاوس. هلاوس الحرمان الحسي مثل الهلاوس الناتجه عن البقاء في كهف مظلم لفتره طويله والتي تزول عاده بزوال ظرف الحرمان. قوانين الادراك اللي احنا خدناها النهارده، القانون الاساسي للادراك، قانون الشكل والارضيه، قانون ثبات الادراك، قوانين التجميع، وخدنا منهم 2 بس اللي هما الإغلاق والسياق.
بعض الخبرات الإدراكية غير العادية خدنا 2، الخداع الإدراكي، خدنا إن ليه عوامل خارجية وعوامل ذاتية. خدنا 2، الهلاوس، حدد الصواب والخطأ فيما يأتي مع التعليم. يمكن حدوث إدراك دون إحساس. أكدت مدرسة الجيشتالت أن الإدراك عملية جزئية يعد الكل أكبر من مجموع الأجزاء، ده القانون الأساسي للإدراك الحسي. يحدث الغموض الإدراكي عندما يتساوى الشكل مع الأرضية. الهلاوس هي سوء تأويل للمثيرات باعتبارها تنتمي إلى عالم الواقع. من المقصود بكل من الإدراك؟ القانون الأساسي للإدراك، قانون الشكل والأرضية، قانون الإغلاق، بما تفسر إدراك الفرد للمباني بحجمها الطبيعي عند النظر إليها من الطائرة. يا ترى ده ليه؟ إدراك الفرد لمعاني الكلمات المألوفة أو الصعبة. تخيل العطشان للماء أثناء السير في الصحراء، تفوه شخص مريض بالحمى بصفة مؤقتة بكلام غير مفهوم. وبكده نبقى خلصنا درس الإدراك، وإلى اللقاء مع الدرس القادم مع موقع نفهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.